بالكامل مثال اللي بين ايدينا، مديني رينج وعايزين ننشئ رقم راندوم في الرينج اللي هو مديهولنا. write the equivalent random equation. اول رينج من 10 لـ100، ازاي هو كتبها لنا جاهزة، بس تعالوا نفهمها. قال 10 زائد راند مودلس 91، طبعا الراندوم 91 هيدينا من 0 لـ90، وهنا من 10 و10، وبالتالي الجواب او الناتج الكلي من 10 لـ100 زي ما هو كان كاتب. طب عملها ازاي؟ هتكتب كده اكس، تحط القيمة المينيمم اللي هي دي، زائد الراند مودلس الماكسيمم اللي هي 100 ناقص المينيمم اللي هي 10 بلس 1. فلو كتبت هنا 100 وهنا 10، 100 ناقص 10 90، زائد 1 91، والمينيمم اللي هو 10. تعالوا ننفذ نفس كده الايكويشن دي على من -20 لـ20. هقول اكس بتساوي المينيمم اللي هو -20 زائد الراند مودلس 20 ناقص ناقص يعني +20 بلس 1. لا حد يقول لي انت قلت هنا ماينس وهنا بلس، لان هنا في ماينس، ماكسيمم ماينس ماينس، وبالتالي هكتب كده اكس بتساوي -20 بلس راند مودلس 41. هنا هيكون -10 بلس راند مودلس 0 ناقص ناقص 10 زائد 1 اللي هي 11. اكس بتساوي 100 بلس راند مودلس 300 ماينس 100 بلس 1 يبقى 201. هنتفرج على اوتبوت ونفرق بين الثري اوتبوتس دول في حالة استخدام راندوم مع فور لوب. هنا بيقول لي من i equals 1 to 10 i plus plus، يعني دول 10 قيم، وكتب هنا x بتساوي 1 زائد راند مودلس 6 اللي هي 1 زائد من 0 لـ5 اللي هي تطلع من 1 لـ6. طب ايه المشكلة بقى؟ كل دول من 1 لـ6 ومرة تاني من 1 لـ6. لو ما كتب، لو الاتنين دول يعني السطرين دول كومنتد هيطلع الارقام دي، لو عملت ران للبرنامج مرة تانية هتطلع الارقام دي. دايما الارقام دي ليه؟ لان السيد بيساوي 1. يعني لو ما عملتش الامر ده، لو شلت ده وحطيت الفانكشن اسمها sRand السيد للراندم، حطيت اي قيمة 70 50 34 100 1000، كل مرة الارقام هتتغير حسب اللي انت حطيته هنا. يعني لو حطيت 70 هيطلع دول، ولو عملت الران 1000000 مرة هيطلع نفس القيم. حطيت 50 هيطلع ترتيبة تانية من 1 لـ6، لكن كلهم كل مرة يطلع نفسها. يبقى حسب ما تحط السيد انت ممكن تتحكم او يعني تشوف ايه اللي طلع لك، وبعدين تبقى انت عارف ان دايما هيطلع لك ده في حالة السيد ده. طب الصح عشان تطلع ارقام راندم فعلا، لو شلنا دي وسيبك بقى من السيد خلاص، الصح انك تكتب ده اس راند تايم نال، تايم زيرو او تايم نال. هياخد الوقت بتاع الجهاز اللحظة، طبعا حاجة من 100 من ملي سكند، ويحطه كسيد. كل شوية العداد ده بيختلف ويستحيل نعرف نمسكه الا لو وقفنا الباتري بتاعت الساعه. لو حد عايز بقى يشتغل هاكينج ولا حاجه اتصل اتواصل معايا على الرقم ده. لو كتبت ده اس راند تايم نال هيبقى رقم عشوائي تماما، وبالتالي القيم هتطلع
عشوائي، كل لما تعمل رن للبرنامج على حسب جزء من مليون من الثانية هيتغير الأرقام. فوانت يعني انت بتدوس الانتر بس كده بتتغير، بتغير القيم يعني قبل وبعد ما فيش. لذلك لا يمكن التحكم في الأرقام، ده شيء الكلام الرسمي يعني، لا يمكن التحكم في الأرقام العشوائية اللي بتطلع، اللي الناس بتكسب عليها سيارات وجمعية تعمل معرفش مسابقة وسحب بالكمبيوتر وحاجات كده. الأصل إن ما نعرفش نتحكم، لو كاتبين الجملة دي الأرقام تطلع فعلا عشوائية. وزي ما قلت لكم يعني إيه، لو عايز تظبط نفسك ولا حاجة وتشتغل بقى في حاجة تانية قولي.